السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبيب المحمول. هنتعرف في الفيديو ده مع بعض يا شباب عن شوية تولز بيستخدمهم فني الصيانة. اللي معانا ده مفك كهرباء، هنفتحه مع بعض ونتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، دي اول حاجة وصلت USB، والمفك ده فيه ليد من قدام اهوت بينور، تمام. شوفوا اللي بعدها، برضو أشكال مختلفة. خلاص احنا عرفنا الفكرة. شوف العلبة اللي بعد كده، دي القاعدة بتاعته، وانت تخلص يعني وتحطه كده، تمام كده. دي اول حاجة تعرفنا مع بعض فيها. أعتقد مفيش حاجة تاني بقى، خلاص. ده نوع مفك تاني، المفك ده ممتاز برضو. حاجة كويسة في الشغل جدا. ده نفس النوع برضو، بس يعني واحد ايفون واحد سامسونج مثلا. ده انواع تانية من المفكات. هنتكلم مع بعض على الحاجات اللي بيستخدمها فن الصيانة حد لسه بادئ كده. ده الجفت، ده هوت جن، واستخداماته في الصيانة ايه بقى؟ تغير بيه شاشات، تفك بيضة،
ده افوميتر طبعا، ده من غيره فن الصيانه ولا اي حاجه. ده طقم فتحات ومفك في نفس الوقت. دي طبعا لو حابب تفك بيها شاشة او ظهر تقدر تفك بيها. دي حاجات تانية ايات، طلع دي وتركب دي. ده مفك، حاجة كويسة برضو مش وحشة. دي سماعة طبعا، دي ضرورية جدا، اي موبايل يدخل لك لازم تعمله فحص الاول. ده سخان 360، ده الباور سبلاي. طبعا ده الهوت اير غني عن التعريف، اساس الشغلانة. يعني انت علشان تبدأ في المجال ده لازم يكون عندك هوت اير، دي اول حاجة. ده طقم الفتحات،
دي بوردة بنشحن بيها البطاريات، بنحط دي كده في الباور سبلاي، بنحط البطاريات هنا، وده كابل بنوصله في الباور سبلاي علشان لو عايز تشغل الجهاز بدون بطارية. يعني دي معظم الأجهزة هنا السوكيتات بتاعتها. بالنسبة للأجهزة اللي بطارياتها بتتشال، فأنت بتحط دول في الريش وتشغل الجهاز. دي طبعا برضو حاجة أساسية، حط فيها تنر. دي سبراي 530، دول بنستخدمهم أثناء تغيير الباغات في بعض. دي بنفرد بها الـ OCA، ودي بنفردها على الشاشة من فوق لو الإزاز متكسر بشكل بشع. يعني بنفردها على الإزاز علشان متخدش مننا هوا واحنا حاطينها على السخان عشان يقدر يشفطها، وكمان علشان مفيش إزاز يقف يدغز الشاشة يخلي فيها جرح أو تتكسر. الحاجات دي بنسند عليها الشاشة أثناء الشغل. المادة دي اللي بنلزق بيها الشاشات، واحدة بيضة واحدة سودة. ده مايك، المايك ده ممتاز جدا، تقدر تستخدمه أثناء الشغل. إنك تحط المايك ده لو زي ما أنا بصور مثلا كده، تحطه هنا علشان يجمع لك الصوت، أو لو أنت بتتكلم ياخد صوتك أنت بس. وده في ميزة عازل للضوضاء، هو مش قوي يعني، مش مايك عالي قوي، ولكن حاجة في رينج 150 جنيه جميلة. تمام، وده طبعا بدون سلك، ده بتحطه في الموبايل وده بتشغله من غير سلك. ده منديل كويس تنضف بيه الشاشات. لازم يكون عندك برضو طقم فتحات زي كده، الحاجات دي بس تفتح بيها كده في البداية، ولكن بعد كده تدخل ورقة مرنة عن كده عشان ما تجرحش منك الشاشة أو فلاتة. ودي فتاحة أقوى شوية. وده دريل، الدريل ده بنستخدمه أثناء تغيير الباغات. بنضرب بقى المادة اللي بتكون على الشاشة، البنطة دي كده بنحطها هنا وننضف بيها المادة. تمام، ودي لو احنا هنقص حتة من الباغة ولا حاجة القديمة علشان تفتح مكان تقدر تشتغل بعد كده. يعني لو الإزاز عندك الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت، انا بستخدم ليزر بشيل الحاجات دي بالليزر. في ناس تانية بتحب تقص الاماكن اللي فوق في الشاشة والاماكن اللي تحت علشان تقلل المخاطرة شوية في بعض الشاشات بتكون صعبة. انا بالنسبة لي بستخدم الليزر في الحتة دي. السلاح ده تقدر تجيبه من عند الجماعة اللي بيبيعوا بتوع الميديكال، دول مستحضرات بتاعت الأدوات الطبية، وتشتري من عندهم الأسلحة دي. السلاح كان بجنيه، أعتقد دلوقتي بقى ب2 جنيه علشان الزيادات اللي حصلت. هو بيركب كده، ده جميل أوي في الشغل.
دين الأسلحة، وده طبعا حاجة أساسية لازم تكون عندك عشان لما يخش لك موبايل لازم تفحصه، تقيس درجة حرارته، وبعد ما تقيس درجة الحرارة بتاعته تقيس الضغط بتاعه. ده جهاز الضغط، الحاجات دي أساسية تكون موجودة في فرشة الصيانة. هو مش علشان الموبايل يعني، هو العميل بيخش بيكون جايب اخره، فانت يعني اول حاجة انك تاخد بالك من العميل الاول. ولو انت سعر الشاشة غالي ولا حاجة، يعني انت تقول له مثلا 3-4 تلاف جنيه، 5 تلاف جنيه، فلازم تكون عندك احتياطات عشان ما نضحيش بالعميل. تقيس له الضغط، تقيس له الحرارة، تروق عليه كده. اللبوس ده بقى ده اساسي في الشغلانه، يعني انا بعتز بيه كده في المجال، لازم يكون موجود في الدرج عندي. طبعا فن الصيانه، وعارف انا بتكلم عن ايه، مش هقدر اوضح طبعا قدام الناس، ولكن ده فن صيانه. اول حاجه اللبوس، هو احنا كده خلصنا الحاجات البسيطه او الحاجات اللي احنا نقدر نبدا بيها. هنعمل فيديو بعد كده عن أجهزة البغات وأجهزة الليزر، وهنوضح بعض الحاجات للناس، وإن شاء الله هنبدأ ندعم الصفحة بتاعتنا، هنعمل أجزاء مختصة للناس اللي عايزة تتعلم تغيير البغات، وهنبدأ نعمل حاجات للناس اللي عايزة تتعلم الشغل على الليزر، وهنبدأ نوضح كل ده. وإن شاء الله الفترة الجاية يعني أنا بحاول إني أوفر وقت وببذل مجهود ان انا اقدر ارفع لجميع الاجهزة طريقة التغيير بتاعة البغات. وبالنسبة لليزر برضو ان شاء الله اقدر ارفع كل الاجهزة. طبعا اثناء الشغل التصوير بيكون صعب شوية، لان في عميل بيدخل وعميل بيخرج، فالموضوع معانا بيكون ايه، كل شوية نفصل الكاميرا وبعد كده نبدأ نصور تاني. فدعونا بالتوفيق، واللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يشترك، وان شاء الله تشوفوا حاجة تعجبكم الفترة الجاية. واول حاجة هنبدأ بيها ان شاء الله ان احنا هنبدأ نوريكم نعرفكم على اجهزة البغات وايه افضل جهاز تشتروه. وبالنسبة لاجهزة الليزر برضو نفس النظام. كان معكم طبيب المحمود.